يعطيكم العافية. درسنا اليوم إدراج الصور في لغة الـ HTML. تعتمد صفحات الويب على الصور. إحنا بنستخدم الصور في صفحات الويب لتوضيح الأفكار ولإضفاء الجمال على الصفحة الموجودة عندنا وجذب المتصفح، وكذلك لتساعد على إيصال المعلومات عن طريقها. الآن في عندي وسم لإدراج الصورة، مثل ما تعلمنا حكينا في كل شغلة إحنا نضيفها في صفحة الويب إلها وسم. وسم إدراج الصورة هو عبارة عن إشارة الأصغر، بنكتب إيميج وإشارة الأكبر بهاي الطريقة، بنسميه وسم إدراج الصورة. هذا الوسم غير إنه بيعمل على إضافة الصورة إله بعض المميزات. بدنا نحط له خاصية المصدر مشان نحدد الصورة اللي إحنا نستخدمها، وكمان فيه ميزة إنه ما لا يحتاج وسم نهاية، ما بنعمل له وسم نهاية، إنه نحط إشارة أصغر سلاش إيميج ما رح نعمل له، ما بحتاج وسم نهاية. في عندي النشاط 3-16، ناقش لماذا لا يحتاج وسم الإيميج إلى وسم نهاية. ليش ما بنستخدم لوسم الإيميج وسم نهاية؟ لأنه لا يحتاج إلى وسم نهاية، لأنه لا يمكن تضمين وسوم أخرى داخلها. يعني إحنا داخل وسم الإيميج ما بنقدر نضمن وسوم أخرى. مثلا بوسم الفقرة عندنا وسم الباراجراف بي الفقرة، كنا نضمن مثلا البي بولد أو الآي أو اليو، أي وسم إحنا نعمله أو أي خاصية أو ميزة نعملها عليه بنقدر نضيفها من خلال وسم بهاي الطريقة. لكن وسم الإيميج ما بنقدر نعمل له أي وسوم أخرى، ما بنقدر نضمن له وسوم داخله، فما بيحتاج وسم نهاية. خصائص الصور، هناك الكثير من الخصائص الخاصة بالصور، أهمها حكينا قبل شوي، في عندي خاصية المصدر السورس اللي بحط منها أنا مصدر الصورة اللي بدي إياه، وفي عندي كمان خاصية الهاي وخاصية الارتفاع. خاصية المصدر سورس الـ SRC تعمل على تحديد الصورة التي تستخدم مع وسم الإيميج. أنا بقدر أستخدم الصور داخل صفحة الويب إما من خلال صورة مخزنة على جهاز الحاسوب بنخزنها بكون في ملف الـ HTML اللي عندي، أو صورة من الإنترنت من خلال رابطة الإلكتروني الـ URL. خليني أعطيكم إياها عملي. أنا حطيت هون مثال، أنا بفتح وسم الإيميج بحط SRC اللي هي خاصية المصدر تساوي، وبين كوتيشن قبل ما أسكر الوسم تبع الإيميج بكتب الامتداد تبع الصورة مكان ما أنا مخزنها بالجهاز. هسه بورجيكم كيف. أما إذا كان صورة من الإنترنت بدي أفتح إشارة أصغر مشان أعمل الوسم، بكتب إيميج بحط SRC تساوي، وداخل الكوتيشن الدبل كوتيشن هدول بحط رابط الصورة. الآن لو أجيت أنا على النوت باد بلس بلس، أنا هون مجهزة ملف مسميه فوتو، بدي أضيف صورة، خليني أعمل زوم. الآن حكينا إذا بدي أعمل وسم البداية اللي هو وسم بداية ما في نهاية، وسم الإيمج IMG أي إيمج، بحط خاصية المصدر اللي هي SRC تساوي. الآن بحط الدبل كوتيشن اللي هي شفت مع حرف الطاء، وبسكر برضو من هون هيك، وهيك جاهز عندي وسم الصورة جاهز. بستنى مني أضيف بس المصدر تبع الصورة. أنا بدي المصدر تبعي يكون من داخل الجهاز تبعي ولا بدي إياه رابط؟ لنفرض أنا بدي إياه من جهاز الكمبيوتر عندي. الآن أنا عندي هون ملف مسميته HTML أنا، وحاطة فيه فولدر مسميه إيميج، وحاطة صورة لورد مسميها روز. الآن لحتى أخذ أنا الامتداد تبعي باجي عليه هون بكبس، شايفين وين فوق عندي، يعني أعمل زوم داخل الملف عندي هون بحدده، بيطلع لي الامتداد تبع الصفحة اللي عندي أو الملف اللي عندي. بعمل كوبي وبرجع على صفحتي اللي بعملها، بكتبها هون وبحط لصق. الآن بصفي عندي أضيف باك سلاش هون، وأكتب الصورة أنا مسيبها باسم روز دوت جي بي جي، بدي أحط الامتداد تبعها. تمام، هيك انتهت عندي. بعمل سيف وبدي أروح أبحث عن صفحتي نيو ويندو عشان يفتح لي هون، وبدي أجي أبحث عنها مسميها أنا فوتو دوت اتش تي ام ال. هاي الصفحة شايفين لما تتخزن بال HTML مباشرة رح تصير صفحة ويب. هاي الصورة عندي انضافت على صفحة الويب. الطريقة الثانية، إذا بدي أضيف الصورة من خلال الإنترنت من خلال رابطها على الموقع الإلكتروني، بدي أرجع هون على المتصفح وأروح على جوجل.
الآن أنا بدي أبحث عن صورة مثلا كمبيوتر، هاي على الصور، ببحث عن الصورة اللي أنا بدي إياها داخل الإنترنت. لنفرض أنا بدي هاي الصورة، بكبس عليها. الآن بدي أكبس ضغطة يمين على الصورة بزر الفأرة الأيمن، باخد كوبي ايميج ادرس اللي هو نسخ عنوان الصورة. عملت له نسخ، برجع على النوت باد عندي، بدي اعمل هون ايميج وسم ايميج، بحط اس ار سي تساوي، لحتى اذا كان عندي اليو ار ال او الرابط تبع الصورة كبير مباشرة، انتو خلص سكروا وسم الايميج مباشرة وتعالوا هون بين الدبل كوتيشن اعملوا لصق او كنترول في. هاي مباشرة ضاف لي هون، طبعا الرابط كتير كبير طلع، مش مشكلة لاني انا مسكرة خلص الايمج عندي، فما عندي اي مشكلة اني ارجع اسكرها. بعمل سيف وبرجع للمتصفح عندي على صفحتي هون الفوتو، بدي اعمل ريفرش لحتى اشوف الصورة اللي ضفتها هي من موقع الانترنت. الان نروح على خاصية الارتفاع والعرض للصورة لحتى اغير على ابعاد الصورة. لحتى أغير على الارتفاع أو العرض للصورة، في عندي الهايت والويد. الهايت أو الارتفاع بغير على ارتفاع الصورة إما بالبكسل أو النسبة المئوية، وخاصية العرض ويد بتعمل على تغيير عرض الصورة. مثلا أنا بدي أعمل عرض الصورة 100 وارتفاعها 200 بكسل، بدي أجي أفتح هون بعد ما أحط السورس وأحدد الصورة اللي بدي إياها، بدي أحط الويد تساوي وأحط القيمة اللي بدي إياها بالبكسل بهاي الطريقة بين كوتيشن، والهايت بنفس الطريقة. لنفرض الصورة الأولى عندي هون اللي أنا جبتها من جهاز الكمبيوتر، بدي أحدد لها، بس خليني أصغر شوي عشان يبين، بدي أغير لها الهايت تبع الصورة. شايفين مباشرة حكينا النوت باد بلس بلس بيساعدني إنه الإملاء للكلمات يطلع عندي أسرع. بدي أحكي له خليها تكون 100 بكسل بي إكس. بعد ما أسكرها برجع بكتب الويد تساوي، وباجي بقول له مثلا 200 بي اكس بكسل. طبعا انا ما راح اكون مميزه اذا هاي الابعاد مناسبه او لا، راح اجرب. الان راح ارجع على الصفحه، شايفين كيف كان حجمها؟ لما اجي اعمل الان ريفرش للصفحه راح يتغير حجم الصوره الاولى اللي انا ضفتها. وين راحت؟ هيها شايفينها صارت كتير صغيره. لو اجيت غيرت رديت هون عندي حطيتها مثلا تكون 300 بي اكس، وهون خليتها تكون مثلا 400 بي اكس، وخلي هاي تكون 500. شوف كيف رح يصير شكلها. هي سيف، رجعت على صفحتي، عملت ريفرش، تغيرت هي حجم الصورة بعد ما عدلته، هيك صارت مناسبة. وبرضه نفس الشي صورة الكمبيوتر عندي اللي انا كنت جايبها برابط من الانترنت، بدي ارجع هون حتى لو الرابط كبير، بدي ارجع لاخرها، او باجي هون على اخرها، اخر وسم اللي قبلها، بعمل هيك بيوديني لاخرها بالاقواس. هون بدي اجي اغير الويدث تبع الصورة تساوي، بدي احطه مثلا 500 او 300 بي اكس زي ما عملنا هديك تقريبا، والهايت تبع الصورة الارتفاع بدي احطه 500 بي اكس بكسل. بدي اعمل سيف. إذا بدنا نشوف أي تغيير لازم أعمل سيف. الآن ريفرش، رح تتغير ويصير حجمها بهذا الشكل. لو بدي أضيفهم هدول ينزلوا سطر، إشي خارجي هذا، بس بيناتهم هون في عندي وسم برضه يكون وسم بداية لحاله اللي هي بي آر، هذا رح ينزل لي سطر. هذا إشي إضافي مش موجود بالكتاب، بس إذا بتحبوا أنتوا تنسقوا صفحتكم وتكون مرتبة. بدي أعمل ريفرش، رح تطلع عندي بهذا الشكل، تنزل سطر. في عندي طريقة تانية بحيث إني أخلي الصور تنعرض حسب نسبة مئوية لعرض المتصفح. يستخدم هذا الأمر لتغيير حجم ظهور الصورة على المتصفح اعتمادًا على ما يشغله المتصفح من شاشة العرض. إذا كانت الصورة مثلًا تشغل 20% وكان عرض المتصفح 300 بكسل من المساحة الكلية، فإن عرض الصورة راح يكون 60 بكسل. طبعًا هذا بيختلف حسب المتصفح. في عندي مثال بالكتاب. عندي مثلا أنا هاي الصورة بدي أضيف صورة وبدي أعرضها مرة 5% مرة 10 15 20 25. خلينا نبلش.
لما احكي انا هون سورس، ضفت الصورة، طبعا هاي الصورة عندي انا موجودة على الجهاز، حددت اني بدي الويت تبعها، العرض تبعها يكون 5% من عرض المتصفح، وهون 10%، هون 15%، هون 20، هون 25. رح تنعرض معي بهذا الشكل. أول إشي رح تكون لما تكون 5% صغيرة مثل هيك، بعدين رح تكون 10%، 15%، 20%، وال25%. في عندي ملاحظة إنه أنا إذا ما حددت ارتفاع الصورة أو عرضها رح ينعرض بأبعاده الأصلية. طيب خلينا نروح إحنا على النوت باد، بحيث أنا أغير على عرض الصورة اللي عندي. خلينا نغير على الصورة الأولى اللي عندي، ولحتى أغير عليها ما بدي أحط الهايت، بس بدي أخلي الويت، بدي إياها تعرض لي مش بالبكسل، بالنسبة المئوية بدي إياها تعرض لي 25% من حجم المتصفح. راح أعمل سيف، وراح أروح على صفحة الفوتو اللي أنا محتفظ فيها .html. هاي صفحة الويب عندي أنا. اطلعوا قديش بال 25% من حجم المتصفح عندي كانت الصورة بهذا الحجم. لو غيرت مرة تانية مثلا وحكيت إني بدي إياها مثلا 100% من عرض المتصفح، وأرجع على صفحتي وأعمل ريفرش، راح تكبر بهذا الشكل. لو أجيت حكيت مثلا بدي إياها 300% من عرض المتصفح، هي سيف، ارجع عليها وبعمل ريفرش، رح يتغير حجمها حسب عرض المتصفح. طبعا هذا الاشي برجع لكم، طبعا ما في اشي محدد لكل صورة، لانه اصلا الصورة برضو كل صورة في لها ابعاد مختلفة. رح تكونوا انتوا عن طريق التجربة تحددوا شو هي الابعاد المناسبة، او قديش النسبة المئوية، او قديش البكسل المناسبة لصفحتكم. هيك بيكون انتهى درس ادراج الصور. يعطيكم العافية.